أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول تعريف الممرات الخضراء وأهم أنواعها مع إبراز دورها وأهميتها، وتناول الإصدار استجابة مصر للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية وتحسين المناخ والبيئة. هذا وأعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول لإنشاء الممرات الخضراء. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث استقرت أسعار النفط لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% لتسجل 86.80 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% لتسجل 83.51 دولار للبرميل. وقفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 24% لتصل إلى $2.51 للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.3% ولتسجل $2.72 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة $1 مليار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدة 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا. وأوضح البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على 3 مراحل، مضيفا أن المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي ستستمر حتى عام 2029 ستحظى بتمويل يصل إلى $350 مليون، وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة. أعلنت حكومة سريلانكا التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها الهند وفرنسا واليابان والصين، وذلك في خطوة نحو التعافي الاقتصادي للبلاد بعد التخلف عن سداد الديون في عام 2022. ومن المتوقع أن تعيد صفقة معالجة الديون فتح الأبواب أمام المعاملات الثنائية مع الدول واستئناف المشاريع الأجنبية التي توقفت عندما عجزت الدولة عن السداد، حيث تخضع سريلانكا برنامج إنفاذ من صندوق النقد الدولي وكانت سريلانكا قد أعلنت عن إفلاسها في إبريل من عام 2022، وعلقت سداد حوالي $83 مليار من القروض المحلية والأجنبية، بينما يأتي الاتفاق الجديد بتغطية تبلغ إجماليها $10 مليارات. تباطأت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهراً في يونيو الماضي، وبقيت عند مستوى أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي. وأوضحت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بعد أن زادت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الشهر السابق له. وكان هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي يتباطأ فيه التضخم، وسجل رقم يونيو أدنى مستوى منذ يوليو لعام 2023 عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.4%. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن اقتصاد بلادها ينمو أكثر من دول أوروبية أخرى على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
والوضع الدولي الحساس الراهن. وأضافت ميلوني في رسالة إلى الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لشركة التأمين أن بيانات الاقتصاد الكلي الوطنية إيجابية وتمثل وتيرة بعض المؤشرات من نمو العمالة إلى زيادة الاستثمارات علامات مهمة على الثقة في مستقبل اقتصاد إيطاليا، مؤكدة عزم الحكومة على تعزيز هذه الإشارات ومنحها الاستمرارية.